Now, my dear pupils, open your book on page 63. This page, صفحة 63. كتبت لكم الرقم على السبورة. Page 63. Today we have the letters I and J. I and J. شوف، نتعلم طريقة كتابة الأحرف بصورة صحيحة. بصورة صحيحة عفوا. عندنا هسه حرف الآي. حرف الآي راح نكتبه على الخط الأول، الثاني، الثالث، يعني ما نوصل الخط الرابع. بس شلون نكتبه؟ الأغلبية، مو الكل، يكتبه هيك. هذه غلط. بداية هذه الخطوة الأولى، بعدين نكمل I مرة ثانية. هذه الخطوة الأولى، بعدين نكمل I. اي. نجي نكمل الحرف اللي بعده جي. جي نفس الشيء، مو هيجي، لا. ويشبه هما حرف اللام، يشبه حرف اللام، وهما الخط الاول والثاني والثالث. شوفوا هذه الخطوه الاولى، بعدين هيج الخطوه الاولى. زين، هذا كابيتال لتر. This كابيتال لتر، حرف كبير. Now we will write small letter. الآي راح ياخذ بس الخطين اللي بالنص. I. I. زين؟ الجي لا، الجي حتى السمول راح ياخذ الخط الأول والثاني والثالث، مثل ما موجود عندنا بالكتاب. صارت عليه نقطة. زين؟ ساعدنا حرف الاي، حرف الجي، كابيتال لتر، سمول لتر. شوفوا حبايبي، التمرين الرابع راح يكون واجبكم البيتي. التمرين الرابع واجبكم البيتي، يعني انتوا تحلوا، وهذه الكلمات كلها مرة علينا بالدروس السابقه. Now خلونا نحل 5. Write the small letters. منطينا البيج لترز او الكابيتال لترز، يريد من عندنا نكتب السمول لتر. نجي انتو همات وياي، يعني دفاتركم ويامكم وياي تحلون. نجي What this letter? Very good. A. A small letter مثل ما تعلمنا. What this letter? B. B. A. B. C. C تشبهها، احنا قلنا ايش قلنا بالدروس السابقه؟ ان هذه الكبيره الامايه وهذه البنوته الصغيره، فهسه سي تشبه الامها. زين نكمل A B C D. الدي نبدا طريقه كتابتها مثل الاي، بس ما ننزل، لا نصعد وننزل على نفس الخط. A B C D E. ما تنعيدها عمود، تبقى هنا بعقلنا. A B C D E F G أخذناه بالدرس السابق. شجرة G H، وقلنا حرف ال H يا صوت يطي الساوند ه. شجرة ال H I اللي هو أخذناه بهذا الدرس. I and the last J. مو بس هذه الحروف عندنا، احنا ماخذين 26 حرف، بس هذا تمريننا حد حرف J. تمام حبايبي؟ Now my dear pupils, I hope you enjoy in the lesson today. حبايبي ان شاء الله استمتعتوا بدرسنا، بس هما تعيدها لا تنسون تكتبون الواجب البيتي، وهذا كله تنقلون وين؟ بالدفتر. شكرا حبايبي.